20 ايفون، لكن الكادو الكبير، الكادو الكبير، الكادو الكبير هو 10 ديال الدراري دوكور. سمعني استاذ، 10 ديال الناس دوكور، الرحله الى مصر. اولا الحمد لله والشكر لله على النتيجه اللي تحققت هذه السنه، 2500 ديال التلميذ في البكالوريا ادبي نجحت هذا العام. طبعا الحال لا يمكنني ان اقف لكم اليوم معكم اليوم لاتبجح بهذه النتيجه التي تم تحقيقها، ذلك لان القيمه الحقيقيه لهذا النجاح تكمن في قوه ورغبه التلميذ في الوصول الى هذه النتيجه. صحيح ان قمنا بتاطير وتاليب التلميذ على المقرر الدراسي، لكن لم يكن لنا ان نقوم بذلك لولا وجود إرادة ذاتية صرفة تنبع من ذات الطالب للوصول إلى هذه النتيجة. الحقيقة أن دائما السبب الأساسي لوجود مثل هذه النتائج ولا سيما في السنوات الإشهادية، أحث كل رجال تعليم على الجمع بين أمرين: الشدة ثم اللين. الشدة لأن كل القوى وكل الحضارات الإنسانية لم تبنى بطريقة فيها شيء من العبثية أو حتى من الارتخاء أو من اللين الكامل بالنسبة للشعوب ديالها. وبالتالي إذا أردت من أي تجمع بشري أو أي مجموعة بشرية أن تمشي في واحد المسار، علينا أن نحظى بصرامة الحجاج أبو يوسف ثقافي في دخولي للكوفة والعراق. وأيضا علينا أن نهتدي بقوة بعض الأبطال عندما أرادوا أن يبنوا شعوبهم وحضاراتهم، على أرغموهم على السير في 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 مسار خطي متسلسل ورؤية أحادية يرتئيها ذلك القائد الذي يقود المجموعة. ومن هنا فإن وجود إرادة فردية مع الصرامة في إنجاز البرنامج الدراسي من المؤكد أنها ستؤدي إلى النتيجة التي تشوفوها اليوم. بطبعة الحال النتيجة ديال اليوم هي ماشي نتيجة مرتبطة فقط بالنصير، هي بالمجموعة من القوى الفاعلة اللي لعبت واحد الدور فعال سواء داخل المؤسسات العمومية أو داخل المؤسسات الخاصة. واليوم اللي تأثر هذا الشيء هي وزارة وصية خاضعة بواحد نظام منطقي متوازن، وحتى الامتحانات اللي جات الحمد لله هذه السنة جات بواحد الطريقة زوينة مباشرة، حق ساعدات على أنها تحقق هذه النتيجة هذه. وبالتالي اليوم الجائزة الكبرى اللي تهديوها التلامذة هذه خصنا نشوفوها في عينيهم، نشوفوها في وجوههم، نشوفوها في وجوه الأولياء، في وجوه الأمهات، في ديك القلوب اللي تنبض الحمد لله اليوم بالفرحة. هذه هي الفرحة الكبيرة، تنتمنى من الله عز وجل أنها تدوم اليوم. النقاط هي النقطة، الحمد لله اليوم احنا استطعنا بفك عدد إجمالي 2500 تلميذ نجحوا في البكالوريا. زيد شي شويه اليوم ان شاء الله غنعرف الزياده، ولكن فيت 2500 تلميذ. بالنسبه لاول نقطه ديال الادب للمره الرابعه على التوالي تنحقوا النقطه الاولى على الصعيد الوطني، لذلك انا تنقول جميع المؤسسات، جميع المؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، انهم يعطيوا واحد الاهميه لشعبه الاداب. خاصنا يجب اعاده الاعتبار لهذه الشعبه اللي بدات الان تتحاول تتحتضر للاسف. هذه الشعبه هذه الحمد لله اللي فيها باقى فيها واحد النوع من الكفاءات تتهضر غير هكاك. شعبه الادب خاص اعاده الاعتبار لها، لاننا فيها الحمد لله من الشباب ما يمنع احنا واحد الجرعه اضافيه للنهضه اللي غتشهد البلاد باذن الله. علاش ديما تنحتوا الانسان يمشي علوم فيزيائيه؟ بغيت نفهم انا شنو القيمه ديال العلوم الفيزيائيه قدام في مجتمع بحال المجتمعات ديالنا. خاصنا نتواكبوا مع امكانياتنا ونشوفوا امكانياتنا فين غادا ونأطروا ولادنا بحسب الامكانيات اللي عندنا. ماشي الدعوه انني نحاول انني نمشي في واحد الشعب اللي هي كبيره وفي الاخر نلقى مناصب الشغل ما كايناش. على النقطه كانت هي 17 20، هذا في شعبه الادب.
شوف شعبه الادب راه ماشي مواد علميه، مواد علميه مثلا نسمعوا 19 20 19 70 هذه شعبه المواد العلميه، اما شعبه الادب فاش وصل للمعدل ديال 17 هذا راه معدل قيمه كبيره، قيمه كبيره لشعبه الادب. تصي يوميا في جميع المناطق هضر الحياه الخاصه، هضر الانسان نسى حياتك الخاصه خاصك تنسى، ما كاينش عندي عطله، ما كاينش عندنا نهار راحه، ما كاينش عط، ما كاينش عيد كبير، ما كاينش عيد صغير، ما كاينش عواشر، ما كاينش رمضان، تفطري انت تفطر الفطور هذا العام كنبداو مع 8 الله روب 8 قد قسم النوض انا مفك الطبل لان مع 8 ونص داخل مع نقوم من 8 وكذا حتى لوحده الليل، هذا الشيء وابر الخدمه ديال النهار، النهار غدا تخدم مع 9 الصباح غتسالي حتى 6 ونص وغتبدا من وراء الفطور مع 8 ونص وغتسالي حتى لوحده الليل، هذه في رمضان نعطيك كنموذج، اما تقول لي عطله فيها 15 يوم وعطله فيها اسبوع عطله انساي فكره انك تاخذ عطله، ممنوع منعا باتا انك تاخذ عطله مع التلامذ لان التلميذ اللي ارتخى لك العضلات ديالته ولفات الراحه اسبوع او 15 يوم عمره ما غيحيا ليا. كاينش عندي أسرة خاصة قدام الأولاد ديالي، الأولاد ديالي هما الأولين. تلام لا. أنا الحمد لله دابا مخلي حياتي كلها تلامت. تنوصل ولادي إن شاء الله واحد نسال الحمد لله باقي الأمور. نعم دو نعم احتياجات دو الاحتياجات الخاصة خصني نعطيهم الجوائز ديالهم وعندي 10 دراجات نارية 20 هاتف محمول من نوع آيفون. زائد رحلة إلى مصر 10 أفراد. الحمد لله إمكانيات الذاتية. الإمكانيات الخاصة. والمسألة ماشي في هذا سميتو خصك تعرفي أنني شنو خديت في المقابل باش نعطينا هذه الجوائز. إلا بغيت تشوف شوفي في عيني في عيني وما تعرفيني شنو خديت، شوفي في هذيك التعنيقة ديال الأموات وفي ديك الفرحة ديال الوالدين وفي الفرحة ديال كذا سميتو وديك القيمة اللي ما اللي ما يمكنش أنت مثلا القيمة الآن اللي أنا فيها وسط هذو شكون اللي كان عاطيها لي هما اللي عاطينا لي.